احنا تجار والتجار ما يشيلون فلوس وياهم، كله صكوك. انا ابني فقير لو شوفه كلش فقير، بس هذا فلاح شراني ويشتري العركه. شرايح انا بدراستي الطبيه. حقكم، اذا انا مصادقني وين ماكو كولي؟ شو فهمكم انتم بهاي الامور؟ شو تقول؟ الشغل فكر وخالي مره يمكن طالب متورط بضربه فلاح. من الاوبرا للسياره بس واقفي. جود جود جود، عاجلنا لحياتي. مرتاحه؟ اي طبعا. باكر زيد راتبك وطيك كراميه. اقول لي زينب، شنو موضوع الذهب اللي سمعته من فلاح؟ الله يخليك جواد، لا تحكي بهالموضوع. موضوع هو راح بوقته، بعدين هو قال لي انا ارجع لك اياه. قناعه القاضي جواد، احنا اللي علينا سويناه، بس انت لا تدير بال. شلون ما ادير بال نجم؟ شلون ما ادير بال؟ اليوم البيت، باكر المعمل. اقول عمتي شلون مدبرت هويه الشغل ايجارات، فقلت اجي اساعدك. اي اني هم بلياك بصراحه، تهت ضيعت دربي. بعد كم شهر وصير خال. اي اني خاله وطالب ابوه، طالب الخادم مال مليحه.